تعالوا بقى نروح لابرز الكواليس والفعاليات اللي جايه في مهرجان العالمين. مره ثانيه بنرجع لجوبانا عشان تحكي لنا كده ايه الجديد وايه اللي هيحصل بكره معانا. مساء الخير عليكي مره ثانيه يا جوبانا. مساء الخير عليك يا بسنت من جديد، ومساء الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. انا لسه معاكم من امام المسرح الروماني والموجود داخل المدينه التراثيه في مدينه العالمين الجديده. الحقيقه انه على مدار الايام اللي فاتت يا بسنت كان في تفاصيل كتير جدا، وكان في زخم الحقيقه في مدينه العالمين الجديده. يمكن تابعنا طبعا الجوله التفقديه اللي اجراها سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد ال نهيان رئيس دوله الامارات. دي كانت تابعنا هذه الجوله اللي كانت ما بين رواد المهرجان، وكانت كمان بين اهالي مدينه العالمين. تابعنا كمان جوله دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وطبعا بصحبة دكتور خالد عبد الغفار، وأيضا دكتور أشرف سلمان وأستاذ عمر الفقي. الحقيقة في جولات تفقدية هامة جدا، وفكرة التنسيق بين الوزارات وبين إدارة مهرجان العالمين والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية دي نقطة في منتهى الأهمية، تقول لك قد إيه بالفعل في اهتمام بهذا المهرجان، وقد إيه هذا المهرجان بالفعل بيعود بالنفع على الكيان الاقتصادي السياحي، الجدوى الاقتصادية والسياحية على مصر كلها. خليني أقول لك كمان يا بسنت إن نسبة الإشغال السياحي في مدينة العالمين الجديدة ونسبة الإشغال في الفنادق وصلت ل 100% لغاية آخر شهر 8، وده طبعا نجاح باهر الحقيقة. موجود كل الجنسيات، إن كان من أشقائنا العرب السائحين الأجانب، ويمكن كمان في بالفعل جنسيات مختلفة بالنسبة لمدينة العالمين أو بالنسبة للساحل الشمالي ما كانتش موجودة قبل كده، بقت موجودة. نسبة الإشغال كمان عالية جدا، وخليني أقول لك إن هم نفسهم بيشاركوا كمان في الأكتيفيتيز اللي موجودة في مهرجان العالمين في النسخة الثانية، لأنها مختلفة يا فسنت، وفيها إن كانت الرياضية الثقافية، بيتعرفوا على الهوية المصرية، وبيتعرفوا كمان على الفن المصري الأصيل من خلال يمكن الفرق التراثية والفرق المصرية اللي بتكون موجودة هنا في مدينة العالمين. لو هنتكلم بقى بسنت كمان على يمكن أجندة مهرجان العالمين، بصي شهر 8 ابتدى، وشهر 8 مليان مفاجآت كتير جدا جدا جدا. شهر 8 أنا عارف. يعني هحاول ألخص لك بس اللي هيحصل. إيه؟ بتحبي شهر 8 أنا عارفة. أنا بحب شهر 8 بصراحة، وواضح إن شهر 8 يحمل الكثير من المفاجآت من هنا. فأنا يعني هاخدك معايا لشهر 8. يلا قولي لي. شوية أقول لك كده في بداية الأسبوع فيها إيه؟ يعني بصي هقول لك كده الحاجات واحدة واحدة عشان يعني إيه ما لخبطكيش معايا، خلاص؟ وكمان نخلي الساده المشاهدين كده يتابعوا معانا واحده واحده. عندنا يوم الخميس 1 اغسطس طبعا اللي هو بكره، في يمكن الانشطه المتعلقه بالرياضه اللي هي البادل والبيتش سوكر والانشطه الرياضيه ومنطقه الاطفال، كل ده مكمل معانا على مدار ايام فعاليات المهرجان لغايه اخر شهر اغسطس. كمان في مسرحيه الشهره ديجيتال ستوديو هتبتدي ايام عرضها من بكره، وطبعا يعني خلينا نقول انه الحدث الابرز كمان ليله التسعينيات، حفل بقى بيضم، بصي يا بسنت بيضم مين؟ حميد الشاعري، هشام عباس، محمد فؤاد، خالد عجاج، يعني في خلينا نقول شريط الكاسيت اللي احنا كنا عايشين عليه موجود معانا في الحفله بكره. في كمان لو هنتكلم على 2 اغسطس في بطوله كره السله لذوي الهمم، بطوله الفولي بول كمان، بعرض كمان فني لنورين ابو ساده، وكمان مسرحيه الشهره زي ما قلت لك هيستمر عرضها من 1 اغسطس ل 3 اغسطس. في كمان حفل غناء فؤاد عبد الواحد واصيل همام، ده في نورث سكوير مول. وفي كمان بقى في اليو ارينا طبعا النجم رامي جمال هيوحي كمان حفلته على مسرح اليو ارينا. بالنسبه ليوم 3 اغسطس يا بسنت زي ما قلت لك الملاعب ومنطقه الاطفال والانشطه المتعلقه بالرياضه والبينت بول والاكتيفيتيز المستمره معانا، ودي هتكون على المنطقه الشاطئيه. اما على مسرح يوف كمان زي ما قلت لك مسرحيه ديجيتال ستوديو او والشهرة، وفعاليات لسه مكمله معانا المتعلقه بالرياضة. طب جمانة بما اننا بنتكلم عن حفل التسعينيات وفي الحقيقه في نجوم كتير جدا جدا، خليني انا المره دي اسالك ايه اكتر اغنيه بتحبيها من الحقبه الزمنيه دي وكنتي بتغنيها دايما يمكن وانتي صغيره؟ حقبه زمنيه ايه بس انت احنا لسه في نفس الحقبه الزمنيه، انت بتطلعي نفسك بالموضوع. لا معلش، لا انا اسفه. تسعيني. وقفنا عند الألفينات بدأنا حاجة جديدة. هقولك
دي نقطة من أول السطر. عامة أنا فخورة إن أنا أنتمي لهذه الحقبة الزمنية زي ما أنت قلتي. لا أنا مش مواليد 2000 برضو، أنا معاكي عادي بس قوليلي. طيب بصي، بالنسبة لهشام عباس، لا في أغاني كتير قوي لهشام عباس، بس مثلا زمان وأنا صغير كنت بحبها جدا، وكمان وحبيتها من اكتر الاغاني بحبها هشام عباس. خلينا ناخدهم نجم نجم كده. بس انت بتحبي ايه لهشام عباس؟ يا ليلى حبيني وانا احبك، ضميني جوه قلبك، ليل الشتا طويل، بحبها. لازم دايما اقول لك كوبليه. هي نفس الاغنيه. الاغنيه ايوه انا بقول لك كوبليه الاغنيه. يا ليلى انت اسم الاغنيه. لا لا لازم اغنيها معاكي. طيب حميد الشاعري. عوده. لا حميد الشاعري فيه اغاني كتير، يا ام الفستان الاسود مش عارفاها دي بس. وبعدين كمان اغاني هشام عباس. لا يا ام الفستان الاسود شكلك حلو عجبني. وفي طبعا الدويت الديوز بقى بتاعته هو هشام عباس. بحبها يعني قوي بقى. وخالد عجاج. طبعاً. خالد عجاج اغاني اغاني كتير قوي لخالد عجاج بس كلها حزن كده، انا بحبها قوي. انا اصعب حب. انا أصعب كمان حب. ايوه هي دي ماي فيفرت. طبعا يا جمانة اكيد. طب محمد فؤاد. خلاص مش هضغط عليكي بعد محمد فؤاد. حبيبي يا انت لازم اي حاجه. لا والاغنيه اللي هي الاغنيه يعني الاغنيه كمان اللي هي ولا يهمك بحبها جدا. لا محمد فؤاد انا بالنسبه لي اغاني كتير جدا، بس هودعك كمان بقى يعني اول واحده في الليست. عامه زي ما انت قلتي يا جمانه، هو شريط كاست احنا عشنا عليه في التسعينيات، فاحنا مش هيكفي ان احنا نقعد نقول قد ايه الاغاني دي كانت جميله وحلوه وطفولتنا اكيد اتربينا على الاغاني دي. شكرا ليكي يا جمانه.